رأيت حديثا للذين لا يصلون صلاة الليل، هذا تيسير من قبل الله، يمثل نوعا من رحمة الله اللي ما يتمكن، أو شاب ما متعلم. الإمام صلوات الله عليه، هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب، يقول الإمام: فليقم قبيل صلاة الصبح، قبيل أذان الفجر، يعني الآن أذان الفجر ساعة كم؟ 3:25 مثلا، المؤذنين يؤذنون قبل بعشر دقائق، بالنتيجة واحد لازم يقوم 10 دقائق قبل يقوم، ويوتر يعني يصلي ركعة الوتر فقط، ركعة واحدة، ثم يصلي نافلة الصبح ركعتين، ثم يصلي صلاة الصبح. الله تعالى يكتب له ثواب صلاة الليل، طبعا واحد يؤديها كاملة إذا موفق وذاك أفضل، ولكن إذا ما يتمكن أو ما عنده تلك الإرادة بهذا المقدار. الإنسان إذا بدأ هو يشعر بالتحول في حياته، وهو يشعر بالنور في قلبه، وهو يشعر بالتيسير من قبل الله، يكتب له ثواب صلاة الليل كل 10 دقائق.